والحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة قويدر شهيرة حرفية ورئيسة جمعية تحدي المرأة الماكثة بالبيث، كما يتواصل معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي حميد علوان. أهلا بك. أهلا بك سيدتي. بداية، اكتسحت في الآونة الأخيرة الألبسة التركية سوق الجزائرية بقوة، بل وقضت على الملابس المحلية المصنوعة بأيادي النساء الحرفيات الجزائريات اللواتي أبين أن يحافظن على هذا الموروث التقليدي الذي يمثل الهوية الجزائرية بامتياز. العديد من المحلات كانت تعرض الألبسة المحلية المصنوعة بأيدي الحرفيات الجزائرية، أغلبها أوصدت أبوابها في الآونة الأخيرة، ما تعليقكم؟ أولا شكرا للاستضافة. ثانيا، أنا باحتكاكي مع النساء الحرفيات شفت أنه علاش كاين تراجع في المنتوج، لأن المادة الأولية غير متوفرة، المادة الأولية هي أصلا مستوردة. كما كاين نساء كانوا يخدموا لي زيكوي، يخدموا بلو كروشي، يخدموا بلي ماشين تاع الصوف. الصوف اصلا ما عندناش منتوج جزائري، يعني قليل، والحاجه اللي تصبيها يعني ذات جوده تصبيها امبورتي. دونك الماده الاوليه مادام ماشي متوفره في السوق ولا تصبيها امبورتي، يعني تخلي الثمن تاع المنتوج يولي غالي. الو يقول لك نشري حاجه تاع يعني مستورده باقل سعر خير من نشري حاجه جزائريه وتكون غاليه وبايضه الثمن، وهذا المشكل اللي يواجهه. نعم، محلات اليوم باتت تعرض الملابس التركية والصينية، ألا يلحق ذلك ضررا بالمنتوج بتراثنا وهويتنا الوطنية؟ هذا يسبب ضرر وهذا يخلي كاين تراجع، لانها تشوف هي تقعد، يعني خصوصا الحاجه اللي تكون بطريقه يدويه. نعم. يعني تقعد وتضيع وقت عليها باش من بعد ما تقدرش من بعد تسوقها، الوغ لابوندونت شغل تخليها، تخلي هذه الحرفه وتتجه لحاجه واحده اخرى. نعم أستاذ حميد علوان، لجوء التجار إلى جلب الألبسة التركية، هل هو راجع إلى عاملي النوعية والسعر وكذا السهولة في إدخال هذه السلع انطلاقا من إسطنبول؟ تفضل. شكرا جزيلا، تحية سلام وصباح الخير لكل المشاهدين وقناتكم. دعيني أقول لك بأن الجزائر في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الأزمة الأمنية وإعادة تصحيح الهيكل للمؤسسات، لأن لا يخفى الجميع أن الجزائر كانت تمتلك قطاع نسيجي صناعي جزائر محترم. أعطيك الدليل أن حتى مؤسسة تاكس حتى كانت بعض الألبسة تصدر إلى رومانيا إلى إيطاليا، ومن بينها فليعلم الجميع أن ماركة أديداس كانت تنتج في الجزائر. لكن بعد إعادة تصحيح الهيكل لهذه المؤسسات وتقسيمها وعدم القدرة على تسييرها كذلك ومركبة ما تم تطويره في الدول الأخرى في هذا الميدان وهو الصناعات النسيجية، الجزائر لجأت في مرحلة أخرى إلى ما يسمى سياسة الاستيراد. ولهذا أعلن المدير العام ربما على مؤسسة في الجزائر للصناعات النسيجية يقول بصريح العبارة أن الجزائر لا تنتج أكثر من 4% مما تلبس، نسيجها هو 4% فقط منتج في الجزائر والباقي مستورد. إذا وكأننا اعتمدنا طريقة الاستيراد، هذه طريقة بطبيعة الحال من الصين، من تركيا، من نعم الدول. أستاذ علاء، لماذا رجعنا للوراء في حين في وقت تركيا أصبحت تروج وإحنا تراجعنا عشرات للخلف، رغم أنه كانت الجزائر عندها صناعة نسيجية؟ الأسباب الأخت الكريمة متعددة، لأن ليس إلا في قطاع النسيج، في كل القطاعات. اليوم لما تتكلمين على قطاع الفلاحة فمعظم المنتجات كانت مستوردة، تتكلمين عن الصناعة معظم المواد الأولية والمنتجات المستعملة في الجزائر هي مستوردة، حتى منتجات البناء مستوردة. إذا وكأنها هي سياسة عامة في مرحلة معينة، هذه السياسة أدت إلى أننا نستورد أكثر من 65 مليار دولار للجزائريين، وهنا أتوقف. لا خير في أمة لا تلبس مما تخيط يا سيدتي الفاضلة. إذا وكأن الآن الجزائر أعادت لهذا القطاع
القطاع، واللي هو قطاع مهم جدا بالشراكه مع تركيا، ولهذا تجدين مثلا هناك اكبر ثاني اكبر مصنع في بالنسبه للاتراك في افريقيا، وهو في الجزائر في مدينه غليزان، يعني باستثمار يفوق ال 1.5 مليار دولار، يتكلمون على 25 ألف منصب. والجزائر اليوم تبحث على اعاده النظر في هذا القطاع. هناك انواع من النسيج، هناك النسيج التقليدي والذي انتم بصدد الكلام عليه، السيد الفاضل تتكلم على هذا القطاع، لان النسيج التقليدي له خصوصيه، هذه خصوصيه الجزائر في المراحل الاخيره. ربما اظن ان هناك دراسه سيتم اعاده النظر فيه بتدعيم المنتجين التقليديين لتوجه الى التصدير، ومن الامارات العربيه، لان في كل الدول المنتجات المصنعه او الصناعات المكثفه في النسيج هي تصنع في المصانع الكبرى، اما هناك انواع اخرى، والجزائر لديها عادات وتقاليد، مثلا مدينه بني مزاب، مدينه القبائل. هناك عده مدن في الجزائر لديها الصناعات الخاصة بها في هذا الميدان، وهذا يدعم من طرف الدولة الجزائرية. أظن بأن هناك الآن إعادة النظر حتى في هذه الصناعات التقليدية، لأن معظمها ستوجه إلى الدول الأخرى وإلى التصدير. نعم أستاذ، وضعت مجموعة من القوانين للحفاظ على المنتوج المحلي، هل نتائجها تحققت في أرض الواقع؟ يعني أنه تم فرض ضرائب على المنتوج الأجنبي. بطبيعة لا، اليوم بطبيعة الحال احنا واضعين أكبر مصنع، يعني ثاني مصنع للأتراك بعد المصنع الموجود في مصر. يعني الدراسات تقول بأن الجزائر بعد سنة 2020، يعني بعد إتمام العشر وحدات الأخرى، لأن هناك ثمان وحدات، ثمان مصانع في المجمع هذا للنسيج التركي الجزائري، هو سيحول مباشرة إلى السوق الجزائرية ويقضي على الاستيراد، لأن النوعية نعرف كلنا أن الأتراك التكنولوجيا العالية المستعملة في هذا القطاع، وهي التكنولوجيا في السابق كانت ألمانية تركية. إذا هذه الصناعة التي هي عالية التقنية والأتراك يتحكمون فيها كثيرا، والجزائر اليوم داخلة بشراكة وعد 45 ستؤدي إلى، يقال أن بعدين سنحول الفائض من السوق المحلي إلى التصدير. نعم، حوالي 8 مليون طن سنويا. نعم أستاذ علوان، تركيا في أعقاب زيارة أردوغان للجزائر أعلنت عن دخول استثمارات ضخمة في مجال النسيج للجزائر بعقلية رابح رابح، كيف يمكن أن نستفيد من الاستثمارات التركية؟ يمكن أن نستفيد من الاستثمارات، لأن الأتراك لديهم أظنية عقلانية في الشراكة مع الجزائر، ولذلك في هذا المصنع الموجود في غليزان يعملون على وضع مركز للتكوين ربما يفوق يعني طاقة استيعابية 500 متربص، ولهذا نقل هذه التكنولوجيا والاستفادة من هذا القطاع. ناهيك أن كذلك هناك مصنع في أم البواقي بحوالي 36 مليون دولار بين الجزائر وتركيا. إذا الآن ربما الخيار الأساسي الجزائريين أنهم يتوجهون إلى هذا القطاع، لأن السوق المحلي كما قلت لك لا يتعدى الإنتاج المحلي 4%، إذا 90% كلها مستوردة. فاتورة الاستيراد الآن مع مداخيل الجزائر وتوجه الجزائر نحو تنويع الاقتصاد الجزائري هو الذي يقضي أو يؤدي إلى مثل هذه الشراكة. نعم أستاذ، نعم أستاذ، فقط ابقى معي بالعودة إليك سيدة شهيرة. هل تستفيد حرفيات يصرحن أن لديهن زبائن من خارج الوطن أكثر بكثير من المتواجدين بالجزائر؟ ما تعليقك؟ كاين اهتمام بالمنتوج الجزائري، خدش كاين انامل ذهبيه، يعني يعملوا حوايج بزاف شابين. لكن قلت لك المشكل التسويق، علاش ولا كاين في الخارج كثر؟ لانهم اغلبيه الحرفيات انا اللي نتعامل معهم عادوا يتعاملوا عن طريق الفيسبوك، هو اللي عاد يسهل لهم الطريقه للتسويق. لكن المشكل، انا نظن انه المشكل الاساسي اللي راهم يواجهوه هو الماده الاوليه. نتوفير الماده الاوليه يسهل بزاف امور، ويعود السعر تاع المنتوج متناول للجميع. نعم، هل تستفيد الحرفيات من دعم من طرف الدوله؟
هي كاين يعني الدعم تاع كما يقولوا تاع اللونجام وكامل، لكن ماشي كامل الحرفيات. احنا هذا هو الدور تاعنا، انه نوجهوهم ونعلموهم كيفاش باش يديروا مشاريع في منازلهم، يحققوا يعني مشروع اللي يقدروا يستثمروا ويعودوا منتجات يعني بقدره اكبر. ألا تعتقدون أن تراجع اللباس التقليدي في السوق الوطنية راجع بالدرجة الأولى إلى توجه الجزائريين نحو اللباس المصنع؟ شوفي، اللباس التقليدي ما كانش تراجع، الحمد لله اللباس التقليدي يعني كاين خياطات وكذا محافظين عليه، لكن اللباس كيما حنا نقولوا اللباس اليومي اللي باش تسبب اللباس المحلي، اللباس المحلي هذاك اللي ما كاش، هذاك اللي راهو كاين تراجع كبير فيه. نعم أستاذ علوان، ما هي تجارب دول الجوار تونس والمغرب في الحفاظ على المنتوج المحلي؟ أولا أخواننا التوانسة لما والمغاربة لابد أن نتفق أن الصناعات التقليدية وبينها قطاع النسيج هو مرتبط مباشرة بقطاع السياحة. الجزائر الآن تعاني من قطاع السياحة، وهذه المنتوجات اليدوية التي ربما يقتنيها السائح الخارج عن الجزائر. مثلا ترين مثلا الجزائريين لما يتوجهون إلى تونس يستنون بعض المنتجات التونسية بالأيادي. إلا نعم، هناك مثلا أعطيك مثال، لما نتكلم عن البرنوس في المنطقة القبائلية فهو رمز الشخصية الوطنية. لما نتكلم على مثلا ترين في تيزي وزو يلبسون لباس تقليدي تماما، وهذه المناطق هي التي تدفع بهذا المنتوج التقليدي. الآن ربما الجزائر أو مثل هؤلاء الحرفيين الذين تنقصهم المعلومة على أنهم يتكتلون في غرف، في شبه تجمعات، في شبه جمعيات، هذه الجمعيات سوف تؤدي إلى تدعيمهم ووضع خطة واستراتيجية لتخليهم حتى الصناعة التقليدية في الدول الأخرى تطورت كثيرا وواكبت الصناعات التقليدية. مثلا نديك مثال على إيطاليا، المصنوع مثلا الأقمصة المصنوعة بالأيدي هي أسعارها كثير كثيرا يعني عالية بارابور السلع المنتجة الصناعية، ولهذا الجزائر تملك مثل هذه القدرات، لكن يجب أن توضع نحو رؤية سياسية واضحة واضحة المعالم في أنك تقومين بتعطير هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الذين يهتمون والذين يحافظون على الصناعات التقليدية، لأنها قبل كل شيء رمز الوطنية ورمز الثقافة الجزائرية. نعم، شكرا لك خبير الاقتصادي حميد علوان على هذه المداخلة. شكرا لك موصول سيدة قويدر شاهرة، حرفية ورئيسة جمعية تحدي المرأة الماكثة بالبيث، على هذه المداخلة.